استيقظت الكويت على خبر فاجعة مأساوية على شارع الخليج العربي، وذلك إثر حادث مروري مروع أدى لوفاة 4 مواطنين وإصابة 4 آخرين جميعهم من عائلة العويهان. ووقع الحادث بالقرب من مبنى مجلس الأمة، فيما أوضحت إدارة الإطفاء أن حادث التصادم وقع بين 4 مركبات هرعت على إثره فرق الإطفاء ورجال الأمن وعناصر الطوارئ الطبية. خالد الفارس رصد لنا مراسم تشييع الضحايا في التقرير التالي. أجواء من الحزن والأسى خيمت على مقبرة الجهراء التي شهدت تشييع 4 جثامين من أسرة واحدة، وهم ضحايا الحادث المروري المروع الذي وقع مساء أمس وأودى بحياة كل من طلال حمد العويهان وعبد الرحمن حمد العويهان وسلمان حمد العويهان وابن أخيهم حمد ناصر حمد العويهان. وقد أدى الحادث أيضا إلى إصابة عبد الله حمد العويهان وسعود حمد العويهان وراكان ناصر حمد العويهان وأنور خالد العويهان. هذا وغصت مقبرة الجهراء بجموع غفيرة من المعزين. ألمنا كما ألم الجميع حادث وفاة 4 من أسرة العويهان و3 مصابين، نسأل الله سبحانه وتعالى لهم المغفرة والسلوان والشفاء لمصابيهم. وهذا الحدث الجلل ألم الكويت قاطبة، وما نجده اليوم في صالة العزاء يدل دلالة واضحة على تعاضد أهل الكويت في السراء والضراء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقداء المفقودين في هذا الحادث برحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم ومحبينهم الصبر والسلوان، وأن يشافي مرضى المصابين، وأن يقومهم بالسلامة عاجلا بإذنه وتعالى. وقد أعادت هذه الحادثة المأساوية إلى الذاكرة فاجعة حادثة اليخت التي راح ضحيتها عدد من أبناء عائلة العويهان أيضا. خالد الفارس، الراي.